طمنا على حالة الجو. تعالوا نتابع كمان المشهد المروري من خريطة جوجل النهاردة، هل في اختلافات، هل في كثافات غير معتادة؟ هنشوف من الخريطة. ده صلاح سالم في الاتجاهين، حركة مرور جيدة جدا، منطقة مدينة نصر فيها سيولة مرورية في كل الطرق المحيطة بصلاح سالم لحد دلوقتي. القادمين من اتجاه مسجد الرحمن الرحيم ونفق الأزهر في سيولة مرورية في الاتجاه برضو ده، والعكس مطلع أكتوبر المتجه للعباسية والاتجاه الآخر كمان حركة مرور رائعة النهاردة. منطقة العباسية بالكامل فيها سيولة مرورية، مشهد مروري مبشر في بداية اليوم انه مفيش اي ازدحامات او كثافات في هذا النصف من القاهرة الكبرى. يعني نروح بقى النص التاني دلوقتي من اول وسط البلد، يعني حتى كوبري اكتوبر مفيش عليه الكثافات المعتادة اللي بتبقى موجودة فوق محطة مصر. ده الكورنيش قدام وزارة الخارجية ومبنى ماسبيرو، بعض الكثافات المتوسطة، مطلع 15 مايو كثافات برضو متوسطة. منطقة الأعمال توسعة على الكوبري اللي هي الأحمر المتقطع دي اللي بتبقى فيها بعض الكثافات بسبب الأعمال. يعني امتداد الكوبري مفيش أي أحجام، منطقة المهندسين بالكامل بتشهد سيولة مرورية، مطلع المحور حركة مرور جيدة. الاتجاه العكسي القادمين من 6 أكتوبر عن طريق المحور نازلين لميدان لبنان، تشوفوا التقاطع مع الطريق الدائري أسفله، يعني دي منطقة كثافات دايما للمتجهين لميدان لبنان والمهندسين. لكن ما عدا ذلك يعني الطريق الدائري كمان في الاتجاهين بيسير بشكل جيد جدا، وكل محافظة القاهرة وده على غير العادة، يعني النهاردة ما فيش أي طريق بيشهد كثافات مرورية. يا رب اليوم يكمل كده، وبتمنى لكم رحلات مرورية سالمة بإذن الله وتوصلوا بألف سلامة.